الزمالك بكره مباراه في منتهى الاهميه امام دريمز الغاني، تعادل في مباراه الذهاب، مباراه اكيد صعبه خارج الارض، شايف المباراه دي هتكون عامله ازاي؟ اول حاجه طبعا يعني ان شاء الله نادي الزمالك يكسب. دي اول حاجه لازم نقف ورا نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير وعنده امكانيات، وعنده امكانيات لعيبه هايله جدا الحقيقه الفتره دي. عندهم حافز، عنده من التاريخ ومن الخبره ان هو يقدر يخلص ماتش ده، خاصه دريمز مش من الفرق القويه او اللي ليها باع يعني. فان شاء الله بصرف النظر عن بره وجوه، خلاص قصه بنلعب بره وبنلعب جوه دي، بس عارف بره برضو لسه دمها تقيل في فكره مثلا تلاقي الملعب مش كويس، تلاقي الجو مش كويس، يعني بيبقى فيه شويه ظروف معاكسه بعيد عن فرقتين بيلعبوا بعض، مش زي اوروبا مثلا، اوروبا تلعب بره او جوه عادي. ما هو خلينا كلامنا احنا برضو، احنا افريقيا احنا دول عالم ثالث يعني، مهما كان عشان برضو ما نكبرش بالفكره قوي يعني. انا احب اعرف انا فين، الموقع الجغرافي بتاعنا فين، الموقع الاستثماري في الكوره عندنا فين، الموقع الاحترافي بتاعنا فين. افريقيا عندها بعض الانديه، منهم طبعا النادي الاهلي طبعا، وعشان كده تلاقي النادي الاهلي دايما هو اللي في المقدمه، نادي الزمالك برضو تلاقي هو في المقدمه، الانديه اللي زي الترجي زي الوداد يعني عندنا شمال افريقيا. ولما بتطلع بقى كم فرقه زي سان داونز زي مازيمبي، يعني الفترات اللي ممكن يكون يصحوا فيها ويناموا فيها، لكن سيظل شمال افريقيا هي اللي بدات الكوره في افريقيا اصلا، وهي اللي عندها البنيه التحتيه الاقوى، هي عندها الاهتمام الاكثر، هي اللي عندها الـ الجمهور العريض الكبير قوي يعني. فنادي الزمالك ان شاء الله يتوفق في المباراه بتاعت بكره دي، مباراه مهمه جدا. وانت كان طبعا بعض الغيابات ممكن تؤثر عليه، ولكن الزمالك عنده سكواد كويس جدا. اتفضل. لا خلص، انا بكلمك على قصه الارض. انا شايف ان بالعكس، انا شايف ان الزمالك 0-0 يجيب جون يكسب.